تفضل أخي أبو مازن من خميس مشيط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ نفع الله بكم وعلمك إن شاء الله. آمين آمين. بالنسبة لطال عمرك للسعي، حاول طال عمرك أسعى في المسعى القديم وزحام، واضطريت أسعى في المسعى، هل يلزمني طال عمرك فدية أو من هالقبيل؟ جزاك الله خير يا شيخ. يا أخي إذا ضاق عليك السعي في الدور الأرضي اصعد إلى الدور الذي فوقه، والدور الذي فوقه المسعى واسع وأدوار ولله الحمد، لا تبقى في مكان أو في دور من الأدوار وهو مزدحم. نعم.